صباح الخيرات عن جديد. إذا كنت من الناس يلي دائما بيشككوا بقدراتهم وبيعتبروا أنه وجودهم بمنصب مهني معين أو تحقيقهم لإنجاز ملفت هو مجرد ضربة حظ أو نتيجة خداعك للآخرين وبتخاف أنه ينكشف أمرك بيوم من الأيام، فأنت غالبا مصاب بظاهرة نفسية اسمها متلازمة المخادع أو متلازمة المحتال. تماما، هذا إذا أنت بتحس عن جد هيك. لأنه مين اللي ما بيحس عن جد هيك هو اللي بيعرف حاله أنه أنا بستاهل وأنا من حقي وأنا اجتهدت وأنا مجتهد، فطبيعي أنه أطلع الأول، طبيعي أنه أنجح بمعدل عالي، طبيعي أنه مثلا يجيني سيارة يجيني بيت. إيه بس بيورجي الناس أنه أنا عن جد هيك، لا 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 أنا مو هيك. فهذا محتال محتال، مو بس محتال. على كل حال، رغم أنه ظاهريا تعتبر متلازمة المحتال متلازمة ضارة، بس في بعض الدراسات أثبتت أنه في إلى فوائد. خلونا نشوف ونقطع الشك باليقين ونعرف تفاصيل أكثر عن متلازمة المحتال مع الدكتور حكم دياب، اختصاصي بالطب النفسي. يسعد صباحك دكتور. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيك. صباح الخيرات دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. بداية هيك بدنا نعرف كل الأشخاص اللي عم يشوفونا، نحن حاولنا نحكي المختصر بمفهوم متلازمة المحتال، ولكن طبيا كيف منعرفها؟ هلأ طبيا فينا نقولها هي أحد أجزاء اضطرابات الشخصية، تنقسم لاثنين إذا فينا نحكي على هوا ما قدمتي حضرتك. أول شيء هذا الشخص اللي وصل لمركز معين، شو ما كان المركز، مركز دراسي، تفوق أكاديمي، مركز مهني، مركز اجتماعي، تمام. وينظر لنفسه أنه هو لا يستحق هذا الشيء، وينظر لنفسه أنه هو أقل من هالشيء أو أقل من الناس. هون عم نتكلم على نمط من الشخصيات، من إلا نمط الشخصية التجنبية. في شخص ثاني اللي هي تنطبق عليه قسوة الكلمة المحتال بحد ذاته، هو اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع. هاي شخصية خطيرة، هو بالأصل من وقت ما هو صغير عنده سلوكيات تخترق النظم الاجتماعية، ما بيقدر يلتزم بالقوانين والضوابط. إذا اجتمع معه هذا التفلت من النظم الاجتماعية، يعني أول منظومة اجتماعية، أول قوانين نخضع لها مثلا قانون أسرته الصغيرة، بعد قانون أسرته الكبرى، بعدين قانون المدرسة، يعني تلاقيه من وقت المدرسة شلون بيساوي هذا، تشاكل مع رفقاته، بيطلع بيهرب، بيتشاكل مع الأساتذة، محب للعنف. إذا اجتمع معه درجة من الذكاء ممكن يمارس شيء من اللي المحتال، بيوصل لمراكز، بيحصل على إنجازات، وبنفس الوقت هو بالأصل مخادع ولا يستحقها؟ لا، هو يظهر أنه لا يستحقها، يظهر الـ النفاق، خلينا نقول، ولو أنه هذا اللي وصفته أنا بالبداية يمكن إيه؟ شوي بيشبهه إيه؟ فيهن النموذجين، عم نحكي عن النموذج أوكي. القاسي أوكي. ولكن الغرض من هالشي اللي عم يعمله هو الغرض لوصول لمستوى أعلى. المشكلة عنده هذا أنه ما عنده ندم، ما عنده ضمير، ما عنده إحساس بمشاعر الآخرين أو عذاباته، المهم هو يصل. بعكس النموذج الثاني التجنبي، التجنبي هو قد ما وصل ولكنه هو يخشى من الانتقاد، يخشى من الانتقاد شو ما كان الانتقاد، أي انتقاد ممكن توجه له يا بينهار، مثل شلون هذا بيت الشدة منساوي هذا بينهار. يعني هلأ إذا نفرض تجنبي لابس كنزة سودا فيها نقطة غبرة هيك بيقول له عليها نقطة غبرة، انهار نفسيا، انهار نفسيا لثلاث أربعة أيام خلاص. مش كمل الحلقة أنا طالع خلاص لكنستاك هلأ خلاص. عن جد في ناس على طول يقيمون ذواتهم من نظرة الآخرين إليهم. نعم. شلون شايفيني أنا، ومثلا أنا ابني جاب مجموع تام بالبكالوريا بس ابنك آخر سؤال بطأ فيه فبينهار. وفي الأصعب منه اللي ما بينظر لإنجازاته وما بيقيم حاله غير بالفشل، بس هي ما لها علاقة بمتلازمة المحتال. العلاقة بشو؟ بأخطاء استعرافية، أخطاء بالتفكير، ترجع للتربية القاسية، للبيئة القاسية المتطلبة للكمال، اللي لا تعترف بأي إنجاز له. أنت أي إنجاز بتساوي هذا واجبك، بينما الفشل رح عاقبك عليه. هذا الأب والأم ما لها علاقة بموضوعنا. بينما اللي عم تتفضلوا فيه متلازمة المحتال، إذا كان الشخصية المضادة للمجتمع السايكوباتية من الطفولة تتبدى، مؤذي، ما عنده ندم، ما عنده ضمير، مو بيستمتع بعذاب الناس، لا يعترف بعذابات الناس. طيب دكتور، شو اللي بيخلي الطفل يوصل لهيك مرحلة؟ وراثي، يعني كل براءته وراثي.
إذا شفتيه هو هيك فاعلمي إنه العائلة غالباً في عندها وراثة نفسية إلا بالمحور الثاني. يعني بالجينات هو هيك بالجينات صار. بالجينات. إيه. في نقطة تانية هلا لحضرتك، إذا كان البيئة سايكوباتية، إذا البيئة مضادة للمجتمع بنلاقيها ببعض البيئات ببعض المناطق، فأشخاص بيكونوا طبيعيين لحتى يتأقلموا، جزء منهم قابلين يتأقلموا مع البيئة، فبيسلكوا سلوك مضاد للمجتمع، بيسلكوا سلوك العنيف، بيسلكوا سلوك الانتهازي، بيسلكوا سلوك اللي ما عنده ندم ما عنده ضمير، اللي بيأذي أو بينتهك حرمات الآخرين. طيب نمشي مع أول صنف اللي صنفته حضرتك، التجنبي. التجنبي، نعم. هذا الشخصية التجنبية خلينا نوصفها أكثر، يعني بمختلف مراحل عمرها كيف بتكون، وشو اللي بيكون ببيئتها المحيطة عم يساعدها لتكون تجنبية أكثر فأكثر؟ هلأ جزء من التجنبي بيجي بشكل وراثي، ولكن الوراثة تبعه إذا بدنا نقولها بشكل عامي أقل خطورة من وراثة السايكوباتي. في شيء تاني، بيئات ناقدة جداً بالطفولة، هو بالأصل وراثته ما عندها وراثة الشخصية التجنبية، ولكن البيئات شديدة الانتقاد اكتسبها لا واعياً. هو دائماً يحذر من الخطأ، يحذر من الـ من, الـ من أي هفوة، لأنه بيعرف أنه في عقاب، مو ضروري يكون العقاب جسدي، يكون العقاب معنوي. هاد بيكونوا شخصيات لطيفين كتير، حساسين كتير، ولكن شديدي الهشاشة. أنت وعم تحكي دكتور شو عم يخطر ببالي؟ صور أشخاص مظلومين هدول كتير فعلاً، فعلاً هنن بيظلموا حالهم وبيمارسوا بشكل لا وعي دور الضحية، ودور الضحية بطبيعتنا كإنسان نحن بغض النظر عن أي اضطراب نفسي مثير لممارسة العنف تجاهه، بشجعك انه تقسى عليه بزيادة. اها، مو بمعنى المرضي، ان نحن طبيعتنا الانسان العنف مقدم عنا عن النظم العليا، خلينا نقول عليها، لأن بطبيعتنا عنيفين كائنات حية، فهو ممارسته لدور الضحية، ممارسته للتجنب، رح يصير الآخرين يمارسوا عليه ظلم أكثر، وهو بيظلم نفسه أكثر، فبيتقوقع أكثر، بيخسر أكثر، بينظلم أكثر. هو بالنهاية شخصية لطيفة كثير، حساسة كثير، خجولة كثير، مهذب جدا، ولكنه دائما يعيش بالهامش، يرغب بالتواصل مع الآخرين، ما أنه ما بيتفوق، بيتفوق، ولكن ممكن بسهولة كتير تنتزع هذا التفوق منه أو تحطمه أو تدمر له معنوياته، ما يبحث عن تفوق آخر. هاي هي الشخصية التجنبية. أي شيء حواليه ممكن يكون هش يرجعه خطوة وعشر خطوات لورا بطريقة كتير بسيطة. الهاجس تبعه، البعبع تبعه، الشيطان تبعه الانتقاد، انتقدي بأي شيء ينهار نفسيا التجنبي. هون بده معالجة نفسية مو دوائية طبعا، سلوكية. سلوكية بدها تاخذ وقت، بدها تاخذ وقت لسنة، بدنا ندرس البيئة اللي عايش فيها. غالبا إذا من الطفولة بتلحق، بس إذا بأعمار الكهولة إجا وبيئة قاسية، بيئة متطلبة للكمال، يعني بدك تنجح بدك تنجح، بدك تجيب مجموع. أنا هيك شد ظهرك أنت وماشي، أيوة. ليه تأخرت لتجيب السكين من المطبخ؟ القسوة بالتعامل تؤدي لاضطرابات شخصية. شو يعني اضطرابات شخصية؟ يعني علميا عصبيا مسارات عصبية انحفرت بدماغه، ما عاد فينك تبدل المسارات. تمام. طيب دكتور، معناتها حضرتك عم تقول انه لازم يتم العلاج من الصغر، معناتها لازم المحيط، الاهل هن ينتبهوا لهذا الموضوع. نعم. هل في اعراض معينه ممكن تظهر على الطفل تدل الاهل انه طفلك ما هو طفل سليم، في مشكله، في اضطراب معين؟ هو المشكله اذا افترضنا المشكله مكتسبة وليست وراثية. تمام. إذا وراثية فهو بالأصل الأب والأم عندهم إياها نفس الاضطراب الشخصية، إن كانت مضادة للمجتمع أو إن كانت تجنبية، فما منقول ما رح يستبصر إلا ما رح يعرف أنه في غلط. هو بالنسبة حالة له طبيعية. هاي الحالة مو بس الطبيعية، المثالية، هيك بدك تعيش حياتها. طيب الأم والأب في يا الأم يا الأب سوا، يا واحد منهم سوا، بس غالبا إذا كانت وراثية في من الاثنين بيجي. تمام. طيب دكتور، كيف لكان بده يكون الحل؟ اذا معناته هو رح يكبر بعدين لحتى هو يحس على حاله انه انا عندي شيء ما نو صح بشخصيتي. هلا اذا قلنا التجنبي رح يتعرض لاضطرابات نفسيه، رح يتعرض لدرجات شديده من القلق، رح يتعرض لنوبات هلع، قد يتعرض لسوء استخدام مواد، يعني كملجأ له مثلا هالمشاعر القاسيه، مشاعر الظلم، مشاعر القهر اللي ما عم يقدر يواجه الاخرين بسببها. تمام. فممكن يلجأ للمهدئات، ممكن يلجأ للكحول، بفات بسوء استخدام مواد، بينما الشخصية المضادة للمجتمع ما ممكن علاجها.
يا كل شو بكل قسوتها عم اقول لك اياها. تقول انه اوكي في علاج. ايه لا ما ممكن علاج. ما ممكن. ما ممكن علاج. خلص هو هيك. اذا بترجع لقيم. تاريخيا في نماذج كثير تاريخيه ذكرت تاريخيا بارثنا العربي والارث الغربي شخصيات لا يمكن علاجها. بعرفهم بعرفهم هلا تحت الهواء بنحكيها تحت الهواء وبذكر لك شغلات يمكن بعطيهم رقمهم كمان يلجأوا. لا لا تعطي رقم نخفف اعراض شوي. ما في حل بلا طيب. رقم بس هن نادرين لنخفف وقع الهذا يعني مو ما لها هالنسبه المخيفه يعني. بس بتعرف دكتور ويمكن إيه؟ مشلين توافقني الراي هدول الشخصيات السايكوباتيه الكارهه للمجتمع المنفره هي مو كارهه للمجتمع غيرها لا ما كارهه هي بتعيش ضمن المجتمع ما فينا هي أوكي. بتعيش ضمن بس المجتمع بتحب الأذى. ولكنها لا تخضع لنظم المجتمع يعني بدي اقعد معك بس بدي اغرس لك حياتك اوكي ما بتركك على ابشع يعني طيب هدول بيكونوا بمراكز مفصليه بيكونوا بالعمل بالجامعه لا. بقصص لانه بيظهروا لما بيأذوا الناس صح نادر جدا بيكون عندهم المستوى الذكاء يعني مرتفع هدول دائما ذكائهم من له ذكاء طبيعي بليد يعني طبيعي بليد طبيعي بليد يعني من الذكاء الطبيعي بين 90 110 90% من الناس طبيعي بليد بين 80 و90 اوكي في جزء منهم بيكونوا اذكياء ممكن يوصل بس نادرين من النادرين طيب انا انتبهت انه ابني بعد ما سمعت الدكتور اليوم على صباح الخير ابني عم يتجه بفترة المراهقة ليكون سايكوباتي ما بدنا نقول سايكوباتي سلوكيات خارقة لبعض النظم خلينا نقول إذا تركته قد يتطور لسايكوباتي أنا قصدي لا لكان لا إذا الوراثة نقية لن يتطور لسايكوباتي بالنهاية بالطفولة وبالمراهقة بده يكون الطفل بده يرتكب خرق لهذا النظم هذا جزء من تطور الطفل الروحي الحركي انه يبدا عاطفه السيطره تبدا بالظهور عنده امتى بيبدا يتحدى ويبدا اوامر الرفض بعمر السنتين فبعمر السنتين اذا اجت الام والاب قمعوا يعني قوم نام ما بدي نام هذا جزء من تطوره الطبيعي للطفل لك ما لا لازم الطفل طبيعي هي ما لازم نقمعها نحن ولكن سلوكيات مؤذيه يعني لاحظنا عليه بدا يؤذي الحيوانات بدا يسرق بقادر على الكذب بشكل فطريا مو قصه مخيف جميل متقن 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 ناجح هي مظاهر سايكوباتيه بنشوفها هي منا نتداخل فيها بس المشكله وين المشكله ما زالوا سايكوباتي معناتها العائله سايكوباتيه حسنا تمام مجتمع فهدول لا يسعوا للعلاج انا جدا مستمتع بهذا الحديث لانه حتى وانا عم عيش مع الدكتور حاليا وكاننا نحن مشلين وانا والمشاهدين بعيادتك فعم نحكي مفهومات يمكن تكون مغلوطه بالنسبه لنا وللمجتمع صحيح. ومشكور انك عم تصلح لنا اياها شكر لكم فهذا هذا اللي نحن كنا عم نسعى له خلال هالفقره شكر بالنهايه بنتمنى انه كل حاله عم تعاني من ظاهره نفسيه او قصه نفسيه تتجه للطبيب المتخصص أكيد. لانه هو اللي بيدرس التفريق بالاعراض وبيدرس القصه المستقله عن باقي المسمى اللي بيندرج من تحته المرض شكرا يا دكتور شكرا يسعد صباحك شكرا كثير لك دكتور اهلا وسهلا